السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير. تستدعي الأحداث والظروف من وقت لآخر أن أتحدث إليكم حديثا مباشرا. أول ما أود أن أبشركم به أن ما بذلناه لتدارك انحدار الأحوال في نادي 6 أكتوبر قد كلل بالنجاح. كانت العقبة الكبرى أن هناك مطالبة بأكثر من 4,500,000 جنيه بدعوى أن هذا حساب استهلاك المياه، وهذا الرقم الفلكي لم يتعرض له أحد، وقطعت المياه عن النادي فتوقفت جميع الأنشطة وماتت الأزهار وذبلت الأشجار وتعرضت السقوط. عينت مجلس إدارة واتصلت بالسيد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وشرحت له هذه الأزمة والرقم الفلكي الذي تطالب به النقابة العامة للمحامين أو نقابة 6 أكتوبر أو نقابة الجيزة، وأبديت له أن هذا الرقم رقم فلكي ولا يطابق الواقع، وأنني أطلب إليه أن يشكل لجنة فنية لفحص العدادات و التقرير الحقيقة، وأبديت له استعدادنا للوفاء بأي مبلغ يثبت حقيقة أنه في ذمة النقابة، وطلبت إليه أن يتكرم بالأمر بإطلاق المياه، فتح المياه إلى النادي للظروف التي عرضتها، فاستجاب مشكورا، وفي خلال دقائق كان الأمر قد صدر إلى جهاز 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبثت المياه، واتصل بي بعدها المجلس وقام بواجبه فيما يتصل بقراءة العدادات وحصر ما تم إثباته في الكشوف، فاستبانت أخطاء فاحشة منها أن العد مزدوج لعدادين لوحدة. الأمر الثاني أن هناك حساب أدخل بحوالي 600,000 جنيه لحساب مدينة سكنية موقف العمل فيها، وأخطاء أخرى كثيرة. فأنا طلبت إلى مجلس الإدارة أن يتفضل مشكورا بكتابة مذكرة وكتبت وسوف تأتيني اليوم لعرضها على السيد الوزير لتصفية مسألة الحساب طبقا للقواعد والحقيقة والأصول. وبدأت بشاير الخضرة وبشاير إطلاق وبث المياه إلى النادي، وعمل مجلس الإدارة جديد بدأ ذلك يؤتي ثماره، وآمل أن جميع المحامين وأسرهم سيسعدون بالنادي قريبا. هذا ملخص أو موجز أخبار نادي 6 أكتوبر. عندي بيان يصح أن أنا لازم أقوله في حضراتكم. مسألة الزوال لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية يجب أن تكون طبقا لمعايير وضوابط، وألا تقع ظلما وجورا وإجحافا وبهتانا، لأن الظلم لا يرضي أحدا، وحرم علينا الظلم في القرآن وفي السنة، والظلم ظلمات يوم القيامة. نحن ما نحاول أن نفعله الآن أنا وزملائي في المجلس، نحاول أن ندرس كل ملف من ملفات الزوال الذي وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذي استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة، لا نسمح له بالعودة من الزوال. هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة. الأمر الثاني لازم حضراتكم تعرفوه، أنه ترتب على هذه القرارات العشوائية التي اتخذت خسائر جمة جدا بنقابة المحامين. صدر حتى الآن منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، صدر في حق نقابة المحامين 600 حكم
600 حكم بإلغاء قرارات الزوال. 600 حكم، 600 حكم، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض. وقد أهبت بالمحكوم لهم بالتعويض بأن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها والتي ثبت أنها غير قانونية ومكحفة وظالمة وفاسدة. منهم من استجاب إلى دعوتي ومنهم لم يستجب، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي نتلافى الخسائر المادية التي يمكن أن تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، والتي قضى المجلس الدولة بإلغاء 600 قرار منها، فضلا عن 15 حكم بوقف التنفيذ أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت في الموضوع، وخمسة أحكام خاصة بالأحقية في المعاش. لعلي لست في حاجة إلى أن أبدي أن هذه كارثة، أن نقابة القانون تخالف القانون، وأن النقابة الموكل إليها العدل لا تعدل بين بنيها، وأن النقابة التي تحمي الآخرين تتجنى على أبنائها، وأنها قد أصدرت هذا العدد الهائل من القرارات المخالفة للواقع وللقانون، وقضى مجلس الدولة بإلغائها عدد 600 عيد تاني 600 حكم منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال في عام 2016. نحن نحاول أن نداوي كل هذه الأخطاء، ونحن نلتزم في مراجعة ملفات الزوال بأن نبحث كل ملف على حدة. كان في وسع المجلس ووسعي معه أن نستند إلى أن كل هذه الإجراءات لم يتم فيها الإنذار الأول والإنذار الثاني اللذين نص عليهما القانون، ونلغي كل هذه القرارات، ولكننا لم نقبل هذا حرصا على ألا يعاد إلى نقابة المحامين من يثبت أنه قد افتقد شروط الاستمرار فيها. وعشان كده أنا بمشاركة زملائي سواء من هيئة المكتب أو من باقي أعضاء المجلس نبحث ملفا ملفا كيما نقرر الحقيقة، بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن المظالم، وحرصا أيضا على مصلحة نقابة المحامين والمحاماة. عاوز أقول لكم كمان أنه ترتب على هذا العبث وهذا الإهدار للقانون وهذه المظالم والخطأ في معالجة الدعاوى أنه اتخذ قرار من الأستاذ النقيب السابق برد المحكمة في 39 قضية، اتخذ قرار من الأستاذ النقيب السابق برد هيئة المحكمة في 39 قضية، ترتب على ذلك تكبيد النقابة بمليون وستمائة ألف جنيه، ترتب على ذلك تكبيد النقابة بمليون وستمائة ألف جنيه. المبنى، مبنى النقابة الذي فرض علينا بكل ما صاحبه من مخالفات وبحبوحة في التعاقد، أبشر حضراتكم بأننا نجحنا في خلال أيام في أن احنا نخفض من تكاليف التشطيبات 5,500,000 جنيه، ولا يزال التخفيض والمفاوضة بشأنه جاريان. نحن نحرص على أموال نقابة المحامين ونبذل قصارى ما نستطيعه
لحماية هذه الأموال وجبر ما وقع علينا وعلى النقابة والمحاماة والمحامين من أضرار. ربما هتلاقوا على موقع النقابة النهاردة حسيات سقوط القيد بجداول نقابة المحامين عن أحد المحامين منذ صدور حكم محكمة الجنايات ضده طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، والتي تنص بعد أن عددت البنود الثمانية الواجب توافرها للالتحاق بنقابة المحامين قفت في فقرتها الأخيرة فقالت: ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة اللي هو خاص بالكشف الطبي، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة. ستجدون في القرار المنشور على موقع النقابة أسباب صدور هذا القرار وحيثياته وفيما يتعلق بأحكام القانون وما يتعلق بالجرائم المرتكبة التي أفقدت مرتكبها شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لرسالة المحاماة. هذه مبادئ لا يمكن لحريص على نقابة المحامين أن يفرط فيها، ولا ينبغي أن يكون بين صفوفنا من يجترئ على هذه المحارم وعلى تقاليد النقابة ومن يضحي بقيمة النقابة وقيم المحاماة ومسلكها الرفيع في سبيل مكسب رخيص بمقارفة الجرائم التي تسود صفحة وسمعة المحاماة. هذه مسألة لا يمكن التفريط فيها ولن نفرط فيها. أحب أن قبل أن أعرج على المسألة الأخيرة على ما حدث من البعض في نقابة القاهرة الجديدة بزعامة الأستاذ أحمد مهنة أمين الصندوق لمجلس النقابة المنتهية ولايته في 6/4/2020 والموجود لمجرد تسيير الأعمال. سيادته ومن معه، وبرغم أن هناك بلاغ مقدم في النقابة إلى نيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقه لاختلاس مبالغ جملتها 537,875 جنيه، رغم أن التحقيق جار ورغم أن النقابة العامة حرصا على الأموال العامة وعلى أموالها قد أغلقت بند التصديق على العقود لدى نقابة القاهرة الجديدة حتى لا تتفاقم الخسائر ويتفاقم التعدي على المال العام وعلى أموال النقابة العامة للمحامين، إذ بهذا الفريق بزعامة الأستاذ أحمد مهنة يعمل حاجة غريبة خالص. يقوم ويقومون معه بإنشاء نظام موازن بعيدا عن النقابة للتصديق على العقود خلافا للتحقيق الجاري وخلافا للحظر، ويجري التصديق على العقود بلا رقابة وتجري يجري الابتزاز
وتجري المتاجرة على نقابة شمال القاهرة بتخفيض 23.5% لدفع المحامين إلى ترك نقابة شمال القاهرة القائمة قانونا بالتصديق على العقود فيها للانصراف إلى هذا النظام الموازي المخالف للشرعية والقانون والذي استخدمه أختاما. تم إلغاؤها من النقابة العامة مما ينطوي هذا الاستخدام على جرائم تزوير واستعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله، وأيضا الاستيلاء على المال العام بغير حق. قامت النقابة العامة من جانبها بنشر بيان على موقع النقابة نبهت فيه إلى ما ينطوي عليه هذا الفعل أو هذه الأفعال من جرائم مؤثمة في قانون العقوبات، خلاصتها التزوير والاستعمال والاستيلاء على المال العام. وحذرنا من أن من يقبل التعامل مع هذه الجرائم سوف يكون معلقا باحتمال اتهامه بأنه شريك بالاتفاق أو بالمساعدة أو بكليهما مع مرتكبي هذه الجرائم في ارتكابها، مما يعرضه لمسؤولية خطيرة. وقمت من جانبي إضافة لذلك بمخاطبة رئيس الشهر العقاري لإيقاف التعامل بهذه الأقدام، وكذا مساعد الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل لحث الشهر العقاري لتنفيذ ما أرسلناه إليه. وفي لقائي مع الأستاذ المستشار وزير العدل من 4 أيام، وكما أبديت لكم في بث سابق، ذكرت له ما يحدث وقام مشكورا بالاتصال التليفوني بحضوري سواء بمساعد الوزير للشهر العقاري أو بالترتيب للاتصال بالنائب العام لإبلاغه. بلغ من هذا التجاوز أن الأستاذ أحمد مهنا توجه إلى هيئة الاستثمار استغلالا لسقوط السيستم أو النظام نتيجة قطع كابل وتوقف التصديق على العقود في هيئة الاستثمار، توجه لطلب أن تحيل هيئة الاستثمار العقود إلى النظام الموازي الذي اختلقه. فبادرت بالاتصال بالأستاذ المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، وذكرت له ما يحدث وطلبت إليه وقد استجاب عدم الاستجابة إلى هذه الدعوة الشريرة التي تمعن في الاستيلاء على المال العام وعلى أموال النقابة العامة للمحامين وأموال المحامين وأموال الأرامل واليتامى. ودعوني أقول إن هذه الأفعال تنطوي ولا شك تنطوي أيضا ولن أتردد في الإحالة للتحقيق، تنطوي على ما نظمته الفقرة الأخيرة للمادة 13 من قانون المحاماة من أنها تشكل مخالفات للبند 6 من تلك المادة، والذي نص على وجوب التمتع بالسيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويرتب افتقاد أي شرط من شروطها ترتيب الجزاء الذي قررته المادة، وهو أن يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد. سوف يمارس المجلس وسوف أمارس معه كافة الصلاحيات لإيقاف هذه المهازل والتعدي على الحرمات والتعدي على حرمات المال العام والتعدي على كيان نقابة المحامين. نقابة المحامين قوية بالقانون وقوية بأبنائها وسوف تظل قوية. آخر هذه المهازل، بعد مهزلة أن يقوم أحد أعضاء المجلس
ولا أحب أن أذكر اسمه، فهو يعرف نفسه ويعرفه الآخرون، يصطحب مجموعة من أشياعه للتعدي في مبنى النقابة العامة بالقول والفعل، القول الفاحش والبذيء على الأستاذ سيد عبد الغني عضو المجلس وأمين صندوق النقابة العامة، ويكتب تقريرا بذلك ويقرر المجلس، مش أنا، قرر المجلس في جلسته الأخيرة إحالة هذا إلى التحقيق، ويكلف بذلك لجنة برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، وعلى أن تنهي التحقيق في بحر 10 أيام من تاريخ صدور قرار المجلس، واللجنة تتمهل وتعطي الفرصة وراء الفرصة لمقارف هذه الأوزار بأن يصحح أوضاعه وأن يتراجع عنها، ولكنه يمعن فيها، وأرجو أن يكون واضحا أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون. آخر هذه المهازل أن تجتمع زمرة تحسب نفسها على المجلس أو تحسب نفسها على المحاماة لتشكيل ما يسمى مجلس موازي لمجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب بقرار من الجمعية العمومية للمحامين، منتخب انتخابا صحيحا من الجمعية العمومية للمحامين، وأن هذا المجلس الموازي ينعقد ويأتي ليقتحم غرفة مجلس نقابة المحامين ويجلس في محل مجلس نقابة المحامين ويصدر بيانات ويتخذ قرارات ويبث هذا إلى العامة وإلى المحامين، ومن أطرف ما يحدث أن يطلب إلى نقيب المحامين إذا أراد أن ينضم إلى هذا المجلس الموازي. هذه أضحوكة من الأضاحيك. نحن لسنا ضد النقد ولسنا ضد المعارضة، ولكن هذا الذي يجري ليس نقدا وليس معارضة، هذا بث للفوضى والاضطراب وتخريب وهدم لكيان نقابة المحامين. لن يسمح به المجلس ولن أسمح به شخصيا. وفي وضوح، من يقارفون هذا سوف يحالون إلى التحقيق، ولن يتورع مجلس النقابة ولن أتورع عن اتخاذ ما يوجبه القانون وما يوجبه حماية كيان نقابة المحامين. وأرجو أن أسترعى عناية هؤلاء إلى أن ما يقارفونه من هدم ومحاولة لهدم كيان نقابة المحامين تحت دعوى أنه نقد أو معارضة إنما ينطوي في الفقرة الأخيرة التي تلوتها عليكم للمادة 13 من قانون المحاماة، وأنه يفقد هؤلاء شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، ويسقط عنهم القيد في جداول نقابة المحامين دون حاجة إلى قرار بذلك من لجنة القيد. يعلم الجميع أننا حرصاء أمناء مجلس النقابة وأنا فيهم على حماية كيان نقابة المحامين وعلى حماية المحاماة وعلى حماية الأسس الرفيعة والقيم النبيلة التي قامت عليها النقابة وقامت عليها المحاماة. ولن يسمح المجلس ولن أسمح معه من هذه اللحظة
بأي تجاوز، وعلى كل من يتجاوز أن يحسبها حسابا صحيحا كيما يستعد لمواجهة ما يفرضه القانون وما يفرضه الواجب على نقابة المحامين ممثلة في مجلسها وفي نقيبها. أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد والخير والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.